السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض معلقة الكور الترند بكل تفاصيلها، وهنعرف انواع الخامات المستخدمة وازاي نحسب الاطوال ليها، ولو هنعملها اي مقاس مختلف ازاي برضو نحسب الطول بتاعها، تمام؟ والخامات المستخدمة والكور ونجيبها منين، كل التفاصيل ان شاء الله هناخدها مع بعض. بس قبل ما ابدأ، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي احلام عاطف، صاحب الجروب خيوط مامة عمر. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وهسيب لكم كل اللينكات التواصل تحت الفيديو في التعليق المثبت وفي صندوق الوصف. المهتم بالخامات هيلاقي كل اللينكات فيها التفاصيل. تمام. اول حاجة هنتكلم عن الخامات اللي هنستخدمها في المعلقة. عندنا هنا انا استخدمت خيط بيور وزين، شايفين ده مجدول 1.5 ملي ماركة بيور، واستخدمت برضو ماركة زين زي هنا في اللون ده، ده ماركة زين، خلاص اوكي. طيب اول حاجة بدائل الخيط، ممكن نستخدم خيط مختلف عن ده، يعني مش شرط ان انت تستخدمي المجدول. ممكن اول حاجة تستخدمي خيط منجد، ممكن تاني حاجة تستخدمي خيط محلول، بس تعملي حسابك طبعا لو هتستخدمي محلول فانتي هتسرحي كتير، يعني هياخد منك وقت ومجهود في التسريح شوية، وان شاء الله هنجرب مع بعض موديل بالخيط المحلول برضو. الحاجة التالتة، انت ممكن تستخدمي خيط صوف او قطن عاديين، برضو ممكن تنفذي بيهم الموديل ده، خلاص. طيب العصاية اللي انا استخدمتها هنا عصاية 70 سنتي، خلاص اوكي، اللي هي دي العصاية اللي انا معلقة عليها الشغل 70 سنتي. انت ممكن تستخدمي مقاس اكبر او مقاس اصغر. الفكرة دي عموما في منها موديلات كتيرة جدا جدا ومختلفة واشكال كتيرة، ممكن يبقى ده مثلا كله لون ابيض وربط هنا بالوان مختلفة، افكار كتيرة. فانت العصاية هتجيبيها على حسب الموديل اللي انت عايزاه، عايزة موديل عرضه متر، عايزة الموديل عرضه 120 سنتي، تمام مفيش مشكلة. اللي انا هنفذها معاكم النهاردة 70 سنتي بالظبط، والخيط اللي استخدمته خيط زي ما قلتلكوا بيور او زين. نيجي بقى على اهم حاجة، الحاجة التالتة الكور الفوم، منين بنجيبها وايه البدائل بتاعتها. طيب الكور الفوم اللي احنا بنعمل بيها الدوائر او الجزء العالي في الشغل ده، هوريكم الاول صورتها اهي. دي الكور الفوم اللي انا استخدمتها في المعلقة. الكور الفوم دي بتتباع فين؟ بتتباع في المكتبات الكبيرة، مكتبة سمير وعلي، الوان، الفجالة، العتبة، هتلاقوها في الاماكن دي كلها، خلاص. المقاس اللي انا استخدمته ده كان اكبر مقاس متوفر، في اكبر بس اكبر بكتير، يعني مش فرق بسيط بقى، لا كبيرة قوي، يعني يمكن حجم 3 كور من دول، فدي طبعا مش مناسبة للموديل اللي انا هستخدمه. هتلاقوا اصغر احجام كتيرة اصغر من كده مختلفة، وهتلاقوا اكياس فيها 8 زي الكيس اللي انا جايباه، وهتلاقوا اكياس فيها 4 بس. تقدروا انتوا بقى طبعا قبل ما تبداوا في الموديل تشوفوا الموديل او الديزاين اللي انتوا هتنفذوه فيه كام كوره، كلهم حجم واحد ولا احجام كبيره وصغيره، وتجيبوا بناء على العدد اللي انتوا عايزينه وعدد الاكياس بتاعتكم. انا طبعا جبت اكياس كتيره، جبت حوالي 7 او 8 اكياس عشان خاطر هننفذ مع بعض موديل كمان من نفس الشكل بس بالخيط المحلول، خلاص اوكي. طيب يبقى احنا كده عرفنا الكور. طب انا مش لاقيه الكور دي في المكان اللي انا ساكنه فيه، اقدر ابدلها بايه او ايه البديل بتاع الكور؟ هتلاقوا في محلات لعب الاطفال كور بلاستيك ملونه كده، نقدر ان احنا نستخدمها بدل الفوم. في منها حجم كبير، ده مش مستحب، مش هيبقى مناسب للموديل، هتجيبوا الحجم الصغير بتاعها. هي بتبقى شبكه كده بتتباع في محلات لعب الاطفال، ممكن ان انت تستخدميها عادي جدا في الموديل ده، خلاص. يبقى كده عرفنا كل الخامات. طيب دلوقتي بقى نشوف كمية الخيط اللي استخدمناها قد ايه. اللاين الواحد عندي هنا وجايبه له بكرة، يعني انت اللاين كده او الصف كده بالكور هتجيبي له بكرة. هنا مثلا ده كان خيط زين، لاين طويل فيه 3، لان انت الطول هنتعلمه مع بعض بالتفصيل، كل ما عدد الكور بيزيد كل ما بنزود الطول شوية. فهنا اللي بقى من البكرة الكمية البسيطة دي، دي يعتبر كمية برضو مش بسيطة قوي، لان في بكر زي البكرة دي كانت خلصت معايا يعتبر خالص، كان فاضل فيها حاجات بسيطة جدا، بصوا اهي. فانت بقى هتحتاجي للون اللي هتستخدميه زي ما قلنا بكرة، وهنتعلم مع بعض ازاي نحسب الطول. شايفين هنا الكمية المتبقية، طبعا كمان وزن البكر مش بيبقى ثابت بالظبط، هو فرنج ربع كيلو البكره. فانا مثلا هنا مستخدمه كام لون؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، ال7 بكرات دول انا محتاجه ربع كيلو من كل بكره، هنا في حدود 2 كيلو ولا حاجه للمعلقه، هيبقى تمام معاكي جدا. وطبعا كل ما هتزودي الوان كل ما هتجيبي للون بكره، كل ما هتزودي طول لو الطول هيكبر معاكي كل مثلا ما هتجيبي في اللون بكرتين وهكذا. فكميه الخيط انت هتحسبيها، اللي انا هنا جبته بالظبط 2 كيلو الوانات، خلاص. تمام، دي كده الكميه اللي هنستخدمها، الخامات اللي هنستخدمها، المقاس العصايه.
هنبدا بقى نشوف الشغل بتاع المعلقه، وكمان ازاي نحسب الطول بتاعها وازاي نطلعها كويسه، وطريقه التسريح برده وطريقه تثبيت الكوره عشان تبقى ثابته وما تطلعش من الشغل بعد كده. اول خطوه عندنا ان احنا هنقص الفتلات وهنعلق الفتلات على العصايه بالطريقه. طيب عدد الفتلات دي كام فتله بالظبط؟ 70 فتله. انت محتاجه اقل حاجه 70 فتله علشان تقدري تخبي الكوره بتاعتك اللي هي الكوره الفوم اللي هنضيفها. هنعرف الاطوال كلها مع بعض، بس خلونا في خطوات تثبيت الكور الاول. بعد كده هتجيبي خيط تاني خارجي وهتتنيه من النص. الخيط ده محتاجينه اطول من الخيوط دي، وهنعرف ليه بنعمله اطول دلوقتي. وهنبدأ ان احنا نتنيه من النص بالظبط بالشكل ده، ونعلقه على العصاية، يعني هنعديه من فوق العصاية كده بعودة البداية الامامية. هتجيبيه على ورا، هيعمل معانا فتحة هنا كده، هناخد فيها طرفين الخيط دول. خلاص بالشكل ده علقتها بعودة البداية الامامية. هعمل ايه دلوقتي؟ هنا انا تانية الخيوط من النص بالظبط، هجيبها بس على قدام شوية صغيرين، وبعد كده هرجع اسويها تاني. هتجيبي المشط بتاعك، محتاجة مشط واسع، وتبدأي ان انتي تسرحي الجزء اللي في النص ده بالراحة. لو لقيتيه لافف على بعضه فكيه بايدك الاول كده. احنا مش محتاجين نسرح الخيط كله، احنا محتاجين نسرح الجزء اللي في النص بس. تمام كده انا سرحت الجزء اللي في النص، هبدا بقى اتني الخيط تاني من النص بالظبط. اهم حاجه يكون متني قد بعضه بالظبط، خلاص يعني طروف الخيط تكون متنيه مع بعضها بالشكل ده. شايفين الفتله اللي احنا كنا معلقينها بعقده البدايه الاماميه هنا؟ هنجيبها في النص بالظبط بالشكل ده، ونمسك الخيط كده. محتاجين نسرح مره كمان الجزء ده علشان شكله يبقى منتظم. انا بستخدم ابره الكروشيه، هستخدمها في كذا حاجه، احنا مهم معانا يكون ابره كروشيه واحنا شغالين لان ليها كذا استخدام معانا. وطبعا نتاكد ان احنا عاملين الكلام ده من الناحيتين، يعني تكون الخيوط في الظهر كمان منتظمه. ادينا ظبطنا شكل الخيوط كويس في اول جزء. هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل عقده ربط هنا بالشكل ده. طيب هنعملها ازاي؟ هتجيبي فتله طولها حوالي مثلا متر او متر ونص بالشكل ده، وهتتني الفتلة دي خيط قصير وخيط طويل، خيط قصير كده وخيط طويل، وهتجيبيهم تضيفيهم على الشغل اللي عندك. هتمسكي الشغل كويس وتضيفيهم على الشغل بالشكل ده، وتبدأي ان انت تلفي الخيط الطويل حوالين الخيوط كلها وتشدي ايدك كويس قوي. واحنا بنلف لازم نخلي بالنا من حاجة. اولا انا مثبته ان انا بلف 8 لفات عشان خاطر كل الشغل يطلع قد بعضه وشكله كويس. دي الثالثه، الرابعه، سته، سبعه، الثامن. طبعا انا سانده الخيط بصباعي اهو بايدي عشان الخيط ده ما يفكش، بشده كويس جدا. طيب انا لما تنيت الخيط، خيط قصير اهو في الاول وخيط طويل، عملوا لي هنا لفه كده، هدخل بقى الخيط الطويل ده في اللفه اللي عندي. تمام، وبعدين هتمسكي الخيط القصير وتشدي الخيوط بتاعتك كويس. خلاص كده احنا عملنا عقده الربط بتاعتنا. هتجيبي المقص، وخلي بالك جدا وانت بتقصي في المعلقه عشان ما تقصيش اي حاجه بدل حاجه. هنمسك بقى الخيوط القصيره ونقصها. هتمسكي المقص، بواقي الخيوط اللي ظاهره دي هتدخليها تحت. بالشكل ده. خلاص تمام؟ طيب دلوقتي انا عندي الخيوط كلها اهي، وعندي انا كنت معلقه فتله طويله اللي هي اللي انا ضفتها في النص. الفتله دي اللي هندخل فيها الكور الفوق عشان ما تتلخبطش في وسط الفتلات وما تعرفيش ان انت تطلعيها. تمام، هي هنا لسه باينه، بس بعد كده اما نعمل كذا عقده ربط بتختفي. اعمليها اطول منهم شويه. اتفقنا؟ هنيجي عند خطوه تثبيت الكور الفوم. انت بتمسكي ابره الكروشيه بتاعتك بتفتحيها كده من النص بالظبط. بصوا
بالشكل ده بتتفتح بسهوله جدا. خلاص اهي. لو انت بقى بتعملي بخيط محلول او حاجه هتضطري ان انت تقعدي تدخلي وتخرجي كذا مره عشان توسعي الفتحه دي. اتفقنا؟ طيب انا كده عملتها. هجيب الخيط اللي في النص اللي انا كنت معلقاه بعقده البدايه في الاول وهاخده اعديه من الكوره بالشكل ده. تمام كده؟ تمام كده بنات. هنعمل ايه بقى الخطوه اللي عليها الدور؟ ان احنا المفروض هنسرح جزء هنا عشان خاطر نبدا نوزع الخيوط على الكوره ونربط. شايفين خطوات بسيطه وسهله جدا ازاي؟ طيب هنا محتاجين نسرح كويس. المشط الواسع مش هنسرح كله، هنسرح الجزء الصغير ده. عموما التسريح بتسرحي جزء صغير وتربطي، تسرحي الجزء بتاع الكوره وتربطي. انما التيلز الطويله اللي زي كده، بصوا انا هنا مسرحاها كويس ازاي؟ انا لسه ما تسرحش. شايفين؟ طيب عشان تسرحي بقى الشراشيب الطويله دي بتسرحيها من تحت لفوق، من تحت لفوق، سواء استخدمتي محلول، استخدمتي خيط بيور، استخدمتي اي نوع خيط، بنسرح من تحت لفوق عشان الخيط يبقى تسريحه معانا سهل. خلي بالنا جدا من النقطه دي. فهبدا هنا هسرح الجزء ده. هنبدا نحط الكوره في نص الخيوط بالظبط بالشكل ده، ونبدا نوزع الخيط على الكوره بحيث نخبيها خالص. طبعا نهتم بالجزء اللي قدام اكتر. انت ممكن تزودي الفتيات عن 70، بس 70 زي الفل بتغطي الكوره وتمام، يعني مش محتاجين اكتر من كده عشان كمان ما تستهلكيش كميه خيط كبيره قوي زياده عن اللازم، يعني لان اصلا العلاقه بتستهلك خيط. خلاص اهو بالشكل ده. استخدمي الابره ان انت لو لقيتي خيوط جايه فوق بعضها ظبطي الشكل بقدر المستطاع. طبعا لو عندك وقت بقى وظبطتي الخيط جدا في حته التسريح دي هتطلع معاكي بيرفكت. شايفين كده يا بنات عملنا ايه؟ طيب في تثبيت الكور ممكن ترفعي الكوره فوق كده وتخلي الشكل كده، وممكن ان انت تنزليها شويه وتثبتي على واسع بالشكل ده. اللي بيتحكم في الموضوع ده الموديل اللي انت بتعمليه. هتلاقي موديلات معموله على واسع وهتلاقي موديلات لا معموله على ضيق كده. خلاص برضو الموضوع محتاج وقت في ان انت تظبطي شكل الخيوط بتاعك كويس قوي، يعني عشان خاطر تطلع معاكي بطريقه كويسه ان انت اديها وقتها في تظبيط الخيط بتاعك. والمشط ده لازم يكون واسع عشان ما ينتش الخيوط دي. طالما بتستخدمي بيور يبقى لازم مشط واسع، مش مشط ضيق، او مش مثلا فرشه مكرميه، لا. انا حسيت ان هي محتاجه لا تسريح اكتر، ما كانتش عجباني قوي، فاخدت وقت في التسريح عشان خاطر يعني ما تلاقوش خيوط ملفوفه على بعضها خالص. تمام. بس كده في فرق جامد لما تتسرح كويس. خلاص هتجيبي بقى فتله صغيره هنا كده اي لون، وزعت الخيوط عليها بطريقه كويسه. هتجيبي بس فتله كده اي لون عندك وتربطي الخيوط. ممكن تعملي عقده الربط على طول، وممكن تربطيها كده هيسهل عليكي شويه لو ربطتيها، ان هي وانت بتعملي عقده الربط ما ترجعش الخيوط دي تبوظ تاني. خلاص هجيب بقى فتله، هعمل نفس الخطوه اللي عملتها هنا هكررها هنا تاني. وركز انا بعمل 8 لفات، يبقى اخليهم 8 لفات عشان الخيوط بتاعتي تطلع شكلها كويس. بنفس الطريقه اللي فاتت بتني فتله قصيره وفتله طويله كده، بضيفهم مع الشغل وبلف بالفتله الطويله حوالين الشغل وبلف كويس. طبعا انا رابطه فخلاص مش محتاجه بقى ان انا اقعد احافظ على الخيوط تاني، انا خلاص ربطت. انا هدخل الخيط اللي كنا بنلفه الطويل في اللفه اللي اتكونت اهو، وبعد كده تمسكي الخيط القصير اللي فوق تشديه. بس كده الكوره بتاعتك مظبوطه زي الفل. هتجيبي مقص هنا، طبعا يستحسن نستخدم مقص صغير عشان يبقى دقيق شويه في القص معانا، ما نقصش حاجه غلط. خلاص بواقي بقى الخيوط دي زي ما اتفقنا بندخلها جوه هنا كده. دي الطريقه. طيب شايفين الخيوط اللي تحت؟ مش هتعرفي تطلعي الفتلتين اللي بتعلقي عليهم الا لو انت عامله ايه؟ عاملاها هي اطول. هتطلعها كده من وسط الخيوط بسهوله وندخل الكوره التانيه.
شايفين الخطوة ما خدتش دقيقة مني بالظبط. هرفع بقى الكورة في مكانها. المفروض دلوقتي ان انا هسرح الجزء ده علشان خاطر اداري الخيوط واربط. نفس الخطوات اللي عملتها هنا مش هطول عليكم، هعملها هنا على طول. طيب طبعا ممكن يا بنات ان احنا نثبت على الواسع زي ما قلنا، وممكن ان احنا نثبت على ضيق كده برضو، ده حسب الموديل اللي احنا بنعمله. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن اصلا الخطوه اللي احنا بندخل فيها الكوره الفوم بنفتحها وندخلها في الخيط اللي بنثبته ممكن نستغنى عنها خالص. يعني ممكن تجيبي الكوره الفوم تحطيها في نص الخيط وتربطي عليها على طول، بس طبعا ده امان اكتر وده احسن ان الكوره محدش يطلعها من الشغل او اي حاجه او تقع اي حاجه تحصل يعني. تمام، دي طريقه التثبيت الامان اكتر. بس كده هربط بنفس عقده الربط اللي عملتها هنا وهنا واللي عملتها في كل المعلقات. اللقة بتاعتنا فاضل عندي اللبني، بس انا هعمله بطريقة مختلفة هقول لكم عليها برضو دلوقتي. طيب هنتكلم على نقطة مهمة جدا، تسريح الخيط. انا هنا كنت بسرح من فوق لتحت اثناء تثبيت الكور، اثناء تثبيت الكور بسرح من فوق لتحت. ما ينفعش خالص وانا بعمل الشراشيب ابدا اسرح من فوق لتحت، الشراشيب هتتعقد مني. بنسرح من اخر جزء هنا كده بالشكل ده، تفضلي تسرحي الخيط بتاعك وتطلعي زي شعر البنات ما بنيجي نعمله بالظبط، ان احنا برضو بنسرحه من تحت لفوق عشان ما يشدش مننا قوي ان هو يعني يتعب في التسريح او يتلعبك اكتر. اهو بتجيبي من تحت كده بالراحه خالص، لقيتي خيوط لفه على بعضها بتفكيها وتبداي ان انت تسرحي بالشكل ده. هو طبعا ممكن تتعمل بالايد مش بالمشط خالص، بس المشط بيسهل خصوصا لو اوسع من ده كمان شويه. خلاص تبداي تطلعي كده. هبدا انا بقى اسرح كل الشراشيب بتاعتي كويس جدا جدا جدا. بصوا انا عايزاها تبقى كده في الاخر، شايفين ده لما اتسرحت عايزاها تبقى عامله كده زي اللي انا مسرحاهم هنا دول بالظبط، مفيش اي خيوط لفه على بعضها، المشط بيمشي فيها بسهوله جدا. خلاص تمام اتفقنا، هسرح انا بقى اخر اتنين عندي وهنعمل دي بقى مع بعض. تمام، الجزء اللي هنا شايفين بقى انا عملت ايه؟ انا مش هدخل فيه كور، دول 35 فتله. هبدا كده ان انا اجيب الالوان اللي انا شغاله بيها هنا وهلفها على ال 35 فتله كده. طبعا هم 35 لما بيتنوا بيبقوا 70، هنا 70 لما بيتنوا بيبقوا 140. تمام، هبدا ان انا بس اعمل عقده ربط كده زي اللي عملناها مع بعض هنا بالظبط. ومش شرط بقى ان انا التزم بالتمانية، مش شرط التزم بالالوان، هو الموضوع ديكور وذوق، وانتوا شوفوا ايه ذوقكم فيه، اعملوا الحاجة اللي انتوا حابينها والالوان اللي انتوا شايفينها حلوة. انا طبعا الخيط ده في التسريح اسهل من ده لان ده اتخن شوية. خلاص هو متسرح، هبدأ ان انا ممكن بقى اجيب لون كمان واعمل عقد ربط من غير يعني ما اسيبش مسافة او اسيب مسافات براحتكم. خلصنا شرح المعلقه مع بعض. الخطوه بقى اللي عليها الدور ان انا هقول لكم الاطول اللي قصيت عليها كلها، وكمان ازاي نقص اي طول مختلف هقول لكم برده كل التفاصيل دي. هخلص تمام يا بنات، اخيرا هنشوف اطوال المعلقه وازاي نحسب اي طول اي حاجه هنعملها. بصوا دلوقتي انا عايزه المعلقه بتاعتي طولها 70 سم،
70 سنتي دول هتجيبي هتقولي 70 سنتي في 2، فانت هتقصي على 140. طيب انا دلوقتي بدخل كور وبعمل عقد ربط، وهنا طبعا عندي عقده بدايه، فالحاجات دي بتستهلك من الخيط، فسبت لكل كوره من 15 ل 20 سنتي. يعني هنا انا عايزه اعمل كورتين وعايزه الطول النهائي 70 سنتي، فقلت 70 في 2 ب 140، 140 وضفت عليهم 40 سنتي، 20 للكوره دي و20 للكوره دي ومعاهم عقده البدايه، يبقى هنا قصيت على 180 سنتي. الخيط هنا 180 سنتي وهو مفروض خالص. يبقى انت عندك الخيط او اللاين اللي فيه كورتين 180، خلاص اللاين اللي فيه 3 كور هتقصيه 2 متر، طيب اللاين اللي فيه 4 كور هتقصيه 2 متر و20 سنتي، يبقى الثلاثة هنا هتقصي على كام؟ الثلاثة هنا هنقصها على مترين، هنا برضو أنا قصيت على متر و80، قلت باحتياطي بزيادة يعني، فقصيت على 180 سنتي، هنا قصيت على 2 متر، طيب أنت هتيجي تشوفي هتعملي كام علاقة، هتشوفي هتعملي كام كرة في الدور، هتضربي الطول النهائي في 2، عايزة مثلا المعلقة بتاعتك متر، فيبقى هتقصي على 2 متر، وكل كورة هتضيفي لها من 15 ل 20 سنتي على الطول اللي حسبتيه. بس يا رب يكون شرح المعلقة واضح وعجبكم، ويا رب يكون الفيديو مفيد، ونتقابل ان شاء الله في حاجات تانية. هستنى رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.